والقضية قضية رجال صحيح. القضية هي قضية تاع رجال. والمشكل اللي مطروح في الجزائر هو مشكل تاع رجال. اختيار رجال حتى نكون صريحين يعني. هل كل الرجال اللي عندهم مسؤولية هم ملتزمين؟ أنا أقول إذا كان قلنا نعم نكون غلطين. نفتخر بديمقراطية أن لا سيدة في هذه البلاد وأن الشعب هو السيد. نفتخر بكل هذا اليوم ونفتخر به غدا ونفتخر به بعد غد. خدمنا على كل حال وحصلنا على نتائج وعمرنا ولا كنا راضيين. ودائما لما نتلاقاو باش ننتقد بعض وباش ننتقد الوضعية نتاعنا، لأن نريد أن نذهب إلى الأمام، أن نسير إلى الأمام ونسير بسرعة. احنا حاولنا باش نهتم بالفلاح، ما قلنالوش بلي رانا سيادك ولا نحن أمراء عليك. ما قلناش بأن احنا أمراء على هذا الشعب. قلنا بلي رانا فرجين من وسط هذا الشعب، ونعرف المشاكل نتاعو، ونعرف الصعوبات نتاعو، ونعرف الإحساسات نتاعو، ونعرف الشعور نتاعو. فلهذا نحن أبناء الشعب ونحن في خدمة هذا الشعب. وليس ثورة عائلة مالكة. الحمد لله احنا لا نكسب لا فوق الارض ولا تحت الارض. خدامين احزاب. كنا مثلا في الجزائر كلها وبدون مراقبة. ما فيش اقصد المراقبة الادارية. ما كانش عندنا ادارة كما راه موجودة اليوم. لكن المناضل البسيط كان يخرج من حدود الولاية الرابعة من الورشنيس وهاز شقارة نتاع الدراهم ويوصلها حتى المغنية، ما يخصش منها فلس واحد. هذا الجانب كان جانب مهم وكان يمثل القوة، كان يمثل الطهارة، كان يمثل النزاهة. والطهارة والنزاهة تولدت عنها الثقة، الثقة بين المجاهدين كمجموعة لتعتبر المصير نتاعها واحد. الثقة بين المجاهدين وبين الشعب. إذن كان المراقب الحقيقي والرادع هو الضمير نتاع كل واحد. الشيء اللي قدمناه والشيء اللي قدمناه ما هو إلا واجب، وربما ما أديناش الواجب نتاعنا كما ينبغي. ربما ما أديناش الواجب نتاعنا كما ينبغي، لأننا انتسبت إلى جيل لنأخذنا رجال بالأمس، رجال في المعركة واللي هما ماتوا. ما نفهمش أبدا. عارفين بين هذوك اللي ماتوا، هذوك أدوا الواجب نتاعهم كامل. نحن علينا التاريخ تقاونا، وعثمانية التاريخ كمنهزمين. نحن علينا التاريخ بأننا فخرنا بالوجه بتاعنا. إذا كان قابلنا هذه الهزيمة، وإذا كان قابلنا هذه النصرة، الجزائر ما تقبلش الهزيمة. أن الجزائر لن تقبل الهزيمة أبدا. هل العرب، هل الأمة العربية استعملت كل الطاقات لها؟ هل الأمة العربية استعملت كل الطاقات البشرية الهائلة؟ هل الأمة العربية استعملت كل الطاقات المادية الهائلة اللي راح تجي فيها اليوم؟ هل الأمة العربية استعملت كل الأسلحة حتى تقول بأنها خسرت هذه المعركة؟ لا، ما خسرناش الحرب، لأن ما استعملناش كل وسائل الدالة. أن الشرف أصيب بنفسه.
أن العرب خسروا معركة، لكن يحمى لنا التاريخ تقونا، يحمى لنا التاريخ كمنهزمين، يحمى لنا التاريخ بأننا قصرنا في الوجه بتاعنا. إذا كان قاتلنا هذه الهزيمة، وإذا كان قاتلنا هذه النصر، الجزائر ما تقبلش الهزيمة، أن الجزائر لن تقبل هزيمة أبدا. هل العرب، هل الأمة العربية استعملت كل الطاقات نتاعها؟ هل الأمة العربية استعملت كل الطاقات البشرية الهائلة؟ هل الأمة العربية استعملت كل الطاقات المادية الهائلة اللي راه بين يديها اليوم؟ هل الأمة العربية استعملت كل الأسلحة حتى تقول بأنها خسرت المعركة؟ لا، ما خسرناش الحرب، ما خسرناش الحرب لأن ما استعملناش كل وسائل بتاعنا، ما خسرناش الحرب لأن ما استعملناش كل الأسلحة. كل حال المراك ماشيين، راكم حاملين معاكم كل المجد انتع الأجيال السابقة، المجد انتع المجاهدين انتع الأمير عبد القادر، وكذلك راكم حاملين معاكم كل المجد انتع جيش التحرير، راكم حاملين على أكتافكم المجد، راكم حاملين على أكتافكم مجد ثقيل اللي هو المجد انتع مليون ونص انتع الشهداء. هذا المجد أيها الإخوة، هذا المليون ونص انتع الشهداء راكم حاملينه على كل حال، ولازم تشرفوه. احنا نطلب منكم شي واحد، الشعب على كل حال الجزائري يطلب منكم شي واحد، الامهات الجزائريات اللي كانوا يزغرتوا على ابنائهم لما يخرجوا على كل حال الحرب ويخرجوا بصدور عارية، هؤلاء الامهات حتى وان كان ما زالوا ممسحوش كل الدموع انتهم، هؤلاء الامهات راهم اليوم مستعدات باش يزغرتوا عليكم، يزغرتوا عليكم شهداء ويزغرتوا عليكم منتصرين. فأمامكم طريقين، طريق الاستشهاد وطريق الانتصار. ناس حست بشيء، الكهرباء، الماء، الطريق، هذه أشياء ربما بسيطة لكنها تبين الفرق بين سكان مثلا القسنطينة أو الجزائر أو وهران، سكان تاع الجبال اللي حتى القوابة نتاعهم حرب العدو، واللي صبحوا محطمين لا يملكون شيئا، نبقى أمامهم إلا أمل واحد وهو الهجرة، الهجرة نحو الداخل والهجرة نحو الخارج. هذه الأرياف اللي هي مثل القاعدة متاع الثورة المسلحة، هذا ما هو الشيء اللي نخلق فيه أنا. هذا ما هو الشيء من عندي أنا نقول فيه للدفاع عن الأرياف، ولكنه التاريخ، ولكنه التاريخ الذي سطر بدماء الأحرار. المعاقل متاعنا لما كانت الضيق بين الدنيا وإن كنا نمشي أثناء الحرب، إذن هذه البادية كان لابد أن نهتم بها. كيف نهتم بها؟ كيف نحل مشاكلها؟ هل بإصلاحات، إصلاحات بسيطة نحل هذا المشكل الكبير، مشكل ملايين الناس؟ هل ببعض الإجراءات الصغيرة؟ ما كان إلا حاجة واحدة لتحل مشاكل الأرياف، مشكل الأرياف، هو ثورة زراعية. اللي معناه بأفكارنا وأرواحنا لنترحم على شهداء الحرية، شهداء هذه الناحية، أمثال لطفي طاهر من